يا هلا فيكم مشاهدي الرياضية السعودية في كل مكان، حياكم الله في إطلالة جديدة ومتميزة ومتنوعة من برنامجكم الشبابي 3 في 3. هذا البرنامج الذي كما تعودنا أن نقول في كل حلقة أن القنوات الرياضية السعودية تطل بهذا البرنامج من أجزاء متفرقة من المملكة العربية السعودية ومن أجزاء متفرقة من الوطن الغالي، لتظهر شباب الوطن المتميزين والمبدعين والمتألقين في مجالات مختلفة من خلال شاشة الوطن، شاشة الرياضية السعودية. هذه الحلقة كما عودناكم في مساء كل اثنين من هنا من مكة المكرمة ستكون إن شاء الله مع 3 مبدعين ومتميزين ومتألقين في مجالات مختلفة ومتنوعة أبدع فيها هؤلاء الشباب. ضيفنا الأول مشاهدينا الكرام أحب رياضة الغوص، يقول من خلال هذه الرياضة اكتشفت أننا في المملكة العربية السعودية نملك جوهرة في أعماق البحر لا يمكن أن نعرفها إلا إذا مارسنا هذه الرياضة. الغواص محمد إسماعيل ضيف الجزء الأول في ثلاثة لهذا المساء.
عاد مساك الله بالخير، مو بس غواص برضه مصور رائع. الله يديك العافيه. الله يسعدك، مساك الله بالنور حبيبي. كيف حالك طيب؟ الله يبارك فيك. محمد الصراحه صور جميله جدا شفناها. الصور هذه كلها في السعوديه. اي صراحه هذه الموجوده في السعوديه، الا انه في بعضها كانت خارج السعوديه. في مناظر كذا حسيت انها يعني جدا رائعة، هذه برضو عندنا في السعودية؟ طبعا الجدة الرائعة دي موجودة عندنا في السعودية الآن، لأنه عندنا بحر من أجمل بحار العالم صراحة اللي هو البحر الأحمر، فأغلب الصور والمناظر الطبيعية الرائعة هي من البحر عندنا. أما بالنسبة للأسماك والأشياء الغريبة، شفتوا أظن سمكة القرش أو شيء زي كده، لا ما كانت هنا، كانت خارج السعودية. طيب نرجع لموضوع كذا سمكة القرش، بس نبي نسألك ايش اللي دفعك انك تكون مثلا او تحب الغوص او تمارس هذه الرياضه؟ صراحه العالم، عالم البحر ده انا معجب به من زمان. يعني صراحه كنت اطلع مع اصحابي ونطلع رحلات بحر، رحلات صيد، فكنت اشوفهم انه ينزلوا يغوصوا، انا مجرد من فوق يعني اجلس اطالع فيهم من فوق. تخيل واحد حلو جالس بسبح من فوق واطالع كلهم بينزلوا، فبينزلوا للشيء يعني بيقربوا من الشيء الرائع تحت، بينما انا كنت فوق يعني كنت ما اشوف، ما اقدر اوصل لهم صراحه. هذا اللي نمى فيا، خلاني اني نفسي انزل، نفسي اسوي معه، نفسي اوصل للعالم ده. ممتع محمد؟ جدا ممتع، جدا جدا ممتع، ويعني ما تتخيل قديش يعني نوع من انواع الراحه كده، تحس يعني تحس براحه صراحه. انا من الناس اللي لما انزل اغوص يعني احس براحه. ما فيها خوف محمد لما تنزلوا منطقه ممكن انت ما تعرفها، يعني ممكن انت ما تدري ايش الموجود تحت، انت بتستكشف هذه المنطقه، ما بتشعر بشويه تردد، بشويه خوف؟ خلينا نقول شوف، هو طبيعي في الغوص، في الغوص اصلا ما تقدر تنزل منطقه معينه الا يكون معاك يعني مدرب او شخص عارف بالمنطقه دي. جميل. فينزل منها يخليك تستكشف المنطقة وتشوفها، ومنها تنزل تستمتع. أما بالنسبة لحكاية الخوف، نحن بنتعلم في رياضة الغوص إنه ربنا عارف إنه الإنسان ضعيف تحت الموية، عشان كده خلى المخلوقات البحرية كلها دفاعية. يعني ما في مخلوق كده يجي يهجم عليك لوحده كده من لا شيء، إلا ما تكون أنت رحت سويت له حاجة. فأنت لما تنزل تستمتع ما حتآذي أحد، حتنزل عشان تنبسط، تستمتع، تشوف الناس، تصور. انا من الناس اللي احب اصور، يعني انزل عشان اصور. مناظر جميله جدا 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 جميله. كيف تواجد هذه الرياضه محمد في المملكه؟ صراحه بدات تنتشر يعني ما بين الشباب. اي صراحه بين الشباب جدا جدا بدات تنتشر. يعني انا بنزل اغوص في نهايه الاسبوع، بشوف عدد كبير من الغواصين، وكل ما لهم بازدياد. يعني ما شاء الله كل اسبوع ما شاء الله محمد بتنزل؟ يعني تقريبا من فتره لفتره، الا اني انشغلت الفتره الاخيره دي، لكن انا كنت يعني تقريبا كل اسبوع اسبوعين انا قيدي نازل. يعني في اماكن مخصصه بتنزلوا منها واماكن معينه مجهزه؟ هو طبعا يمديك تنزل في اي مكان، يعني في البحر الكورنيش عندك مثلا في جده تقدر تنزل فيه زي ما تبغى، طبعا برخصه بس معينه. بس النزول في البحر في الاعماق يكون مثلا بميزان معين ولا مقياس معين؟ ايوه طبعا، انت نتعلم في رياضه الغوص في عندك رخص. جميل. مع كل رخصه لك حد معين تنزل فيه، ما المفروض تتعدى الحد ده. يكون مسموح لك هذا الحد؟ يكون مسموح لك. ايش السبب انه مثلا انا مسموح لي انزل هذا الحد ومسموح لي انزل اكثر؟ اوكي، الحد انه اول شيء نتعلم انه مثلا تنزل الين 60 متر. تمام. 60 متر 30 متر 30 متر 30 متر ايوه تقريبا. تمام. 30 متر which is بيكون سيف عليك، يعني في هذا العمق بتكون يمديك تتنفس بشكل طبيعي، يمديك تمارس بالمعدات اللي هي بالمعدات حقتك. بعدين الادفانس تقدر توصل الى 40 متر. تمام. اللي هو تقريبا 100 قدم. جميل جدا. يمديك تنزل الى هذا العمق which is هذا آخر شيء، يعني ما يخلونا ننزل أكثر من كده. أكثر من كده. أيوه. بالنسبة للرخص والموضوع هذا اللي ذكرته، كيف آلية مثلا أنا أحصل كشاب على رخصة غوص؟ كيف آلية التدريب أني أمارس هذه الرياضة؟ أوكي، هذا هي عن طريق طبعا المدربين موجودين هنا. مثلا في مكة في عندك مركز غوص، يعني في مراكز معينة، في مراكز معينة هي تروح تقول لهم أبغى أبدأ. الرخص هذه معتمدة من قبل اتحاد معين أو معتمدة دولية معينة. من منظمة بادي، اسمها المنظمة بادي لرياضة الغوص. جميل. منظمة عالمية. طبعا هي اللي تاخذ منها الرخص هنا، اللي تاخذ منها الرخص، لأنه في زي ال يعني ليفلز معينة، في كل رخصة تاخذ لك جميل مستوى معين. جميل جدا.
محمد، ذكرت لي كذا قصه انك في احد رحلاتك او احد اذا ايش نقول عليها رحلات الغوص اللي قمت بها، انك قربت من سمك القرش وصورته وطلع طلعت معنا الصوره في التقرير. فعلا ما خفت؟ ما صراحة ترددت؟ الا صراحه كان معايا المدرب اللي نزل معايا، قلت له انه هل حلاقي الشيء ده، يعني هل حشوفه؟ قال لي وحتشوفه. قلت له ما حيسوي شيء، قال لي لا لا تخاف ما حيسوي شيء. هذا طبعا الكلام ده خارج السعوديه. جميل. فصراحه قلت له انا نفسي اصوره، يعني ابغى شيء اشوفه نفسي اصوره. فقال لي طبعا ما عندك اي مشكله، وفعلا نزلنا وفعلا لقيناه، وزي ما هو لقط الصوره صورته. تعرف انه كان احساس جدا رائع، رائع جدا انك تلاقي المخلوق ده قدامك. دب بغيت اقول لك ايش تعني لك الصوره وانت اللي مصورها. والله يعني العظيم ما تصدق الاحساس قديش رائع. يعني تعرف لما تشوف، يعني انا اعتبر بالنسبه لي القرش يعني من احلى المخلوقات اللي تشوفها داخل البحر، يعني احلى تقريبا. طيب كويس. ايوه ناهيك عن انه اخطر. ايوه احنا لا بس هو احلى يعني. كشكل هو فعلا احلى ترى صراحه. جميل. محمد، برضو في كلامك تقول انك نزلت في غير المملكه. صحيح. ايش الفرق اللي شفته مثلا؟ في فروقات والله البيئه البحريه اذا قلنا في المملكه فيها موروث ولا فيها ثروه جدا كبيره، ايش الفرق؟ ايش اللي شفته؟ صراحه لمعلوميه فقط انه البحر الاحمر عندنا هنا ترى من اجمل بحار العالم، من حيث اللي هو التكوين المرجاني حقه، المرجان جميع مرجان العالم موجود عندنا في البحر هنا، بينما برا ما تلاقي الشيء ده، انما تلاقي احيانا الثروه السمكيه عندهم، يعني محافظين على الثروه السمكيه، بس بالنسبه للمرجان للطبيعه لا، البحر الاحمر عندنا هنا جدا الصوره جداً الطبيعيه هذه اللي في التقرير هذه كلها من عندنا، انت لو تشوف الصور حقت الاسماك بس اللي برا، اما صور كطبيعه كمرجان كحياه بحريه جدا جميله عندنا هنا. بتاخذ اشياء كذا من العمق تحتفظ بها مثلا صراحه؟ ايوه قد اخذت معايا مرجانه، كانت زي المرجان كذا باخذه صراحه. جميله هذه. ايوه كنت مسوي حوض سمك عندي، فكنت اخذ اسوي التقط بعض الاشياء كذا للذكرى احطها عندي صراحه، مع انه المفروض. باش مهندس خليني اسالك، الرياضه هذه تعتبر فيها مغامره. صحيح. انت كشاب مثلا اقبلت على هذه الرياضه، ايش هي الرساله اللي نقدر نقول انه محمد اسماعيل يوجهها للشباب، انه يكون عندهم دافع للاستطلاع، ممكن معرفه امور كثيره في المملكه، سواء على السياحه اللي هي في البحار او على الاراضي يعني. صراحه انا بقول لك صحيح، يعني انا بوصل انه البحر عندنا جدا جميل، بحاول اوصل رساله انه نحافظ عليه، ننزل ونستمتع وننبسط وكل شيء، وندخل جو المغامرة، بس في الأخير نحافظ عليه، ما نحاول نخربه وما نحاول نكسره وما نحاول، لأنه في يعني المرجان هو لو مسكته أو شيء ممكن يتكسر في يدك يعني بسيطة، بس نحن اللي بنحافظ على الثروة دي، الثروة السمكية يعني عندنا أو الثروة البحرية حقتنا دي بنحافظ عليها، نبغى يعني نحس إن ننزل نحن مبسوطين، نلاقي شيء جدا رائع من الاسماك ترجع لنا، الاسماك يعني لما ننزل احيانا اخر فتره صارت الـ يعني الثروه السمكيه ما بتكون كثيره صراحه. ايوه. اما بالنسبه للمرجان وما المرجان بتشوفه كثير، ايش بس نحن نبغى نحاول نعيد الثروه السمكيه دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ايش اضافت لك رياضه الغوص على المستوى الشخصي؟ صراحه رياضه الغوص اضافت لي حب المغامره، وانا الى الان اؤمن انه لو تبغى تدور يعني تبغى تتحدى شيء من مخاوفك او تبغى تواجه او تبغى تتحدى مخاوفك واجهها. نعم. روح لها سويها، اي حاجه تخاف منها قوم سويها، بالعكس هذا الشيء يفيدك يعني في حياتك الشخصيه كمان، من انه تعلي سقف مخاوفك وحتى طموحاتك ممكن تزداد طبعا، ورغبتك في انك تكتشف طبعاً اشياء جديده طبعا طبعا اكيد. باش مهندس اعطينا كذا رساله ولا بخصوص الغوص للشباب، يعني اذا نبغى الشباب يعني يكونوا مثلا بارزين في مجالات الرياضه سواء الغوص او كل المجالات الرياضيه، نحتاج انه يعني بعيد عن كره القدم الاقبال الكبير اللي على كره القدم ممارستها، نتمنى انه فعلا الشباب يعني يمارسوا رياضات مختلفه زي الغوص مثلا. صحيح. والله انا اتمنى الشباب يعني اي نوع رياضه يعني انهم يتقنوها ويحاولوا يعني انهم يبرزوا فيها على المستوى يعني المستوى المحلي والمستوى الدولي كمان يعني. باذن الله. ان شاء الله يا رب. كلمه ختاميه. والله انا اشكرك اول شيء على الاستضافه صراحه. ثاني شيء بالنسبه لرياضه الغوص، رياضه جدا ممتعه وانا اتمنى انهم يجربوها. حتى اللي عنده يقول لك انا مثلا انا خايف من البحر، لا جربها.
حتلاقي شيء اشياء كثير اختلفت واتفتحت عليك باذن الله. وانا بدوري ايضا اشكرك المهندس محمد اسماعيل على وجودك هذا اليوم معنا برنامج 3 في 3 وتقديم فكره عن رياضه الغوص اللي تمارسها. شكرا جزيلا الله يسعدك. شكرا. مشاهدينا الكرام، ايضا في الاعمال التي ينشط فيها الشباب، الاعمال التطوعيه التي بدات تظهر حقيقه في المجتمع السعودي وبظهور جدا مناسب، ونتمنى نحن بان تكون متكاثره في كل المجتمع. شباب من القنفذة أثروا على التواجد معنا في برنامج 3 في 3 وإيصال رسائلهم وإيصال بعض المجهودات التي يقدمونها في هذه المجموعة الشبابية التطوعية. نتابع هذا الفيلم التعريفي عن هذه المجموعة ونعود لاستقبال مدير العلاقات العامة في هذه المجموعة للتعرف أكثر عما تقدمه هذه المجموعة.